يقول أحد الشباب: أنا شاب لي أب وأم يستبدون برأيهم، وهما يضغطان علي بأن أتزوج فتاة اختاروها لي، وأنا غير راغب في هذه الفتاة، وأبي يهددني بالغضب علي وحرماني من الميراث، فماذا أفعل؟ وأخي قد تزوج من فتاة نحسبها صالحة، ولكن يوجد خلافات كثيرة بينها وبين أمي، فأبي أيضا يضغط عليه لطلاقها، فماذا يفعل؟ مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه، أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيا بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر، الزواج فيه تكافؤ وصلاح، فلا حرمة في مخالفة الوالدين، ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين رجاء تحقق الاستقرار في الأسرة الجديدة، وحتى يتحقق الغرض الاجتماعي من الزواج الذي ليس هو علاقة خاصة فقط بين الزوج والزوجة، وإنما هو علاقة أيضا بين أسرتين وفيه دعم للروابط الاجتماعية. ويقاس هذا على إرغام الوالدين لولدهما على طلاق زوجته التي يحبها ويستريح لها، فقد روى الترمذي وصححه أن عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فأبى، فشكاه للرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بطلاقها، لكن سئل أحمد بن حنبل بعد ذلك في مثل هذه الحالة فقال للسائل: لا تطلق زوجتك، فذكر له حارث عمر، فقال أحمد: إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها، والمعنى أن عمر كانت له نظرة دينية في زوجة ابنه، لكن غير عمر ليست له هذه النظرة، فهي غالبا نظرة شخصية ولتحقيق غرض معين يكون من ورائه هدم أسرة يستريح لها الولد خلقا ودينا. صح أن إبراهيم عليه السلام أمر ولده إسماعيل أن يطلق زوجته الأولى مكنيا عن ذلك بتغيير عتبة الباب كما رواه البخاري، وذلك لأنه وجدها تتأفف من عشرته فقد تكون فتنة لزوجها. وقال الإمام الغزالي في كتابه الإحياء بعد ذكر حديث ابن عمر: هذا يدل على أن حق الوالد مقدم، ولكن والد يكرهها لا لغرض مثل عمر. وعلى هذا يحمل ما ورد من أمر أبي بكر الصديق ولده عبد الله أن يطلق زوجته عاتكة، وما أخرجه أحمد عن معاذ بن جبل أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، وذكر منها: ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. وما جاء في صحيح ابن حبان أن رجلا سأل أبا الدرداء فقال له: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها، فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك إن شئت أو دع. قال: فأحسب أن عطاء وهو الراوي قال: فطلقها. هذا. وقد رأى جماعة أن الطاعة في تطليق الزوجة تكون للأب لا للأم. قال ابن تيمية في من تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من بر أمه.
وجاء في هذا الكتاب أن ابن تيمية علل عدم طاعة الوالدين في زواج امرأة معينة فقال: إذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح بذلك أولى، فإن أكل المكروه ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه ولا يمكن فراقه. والله أعلم.